أجواء من البهجة والفرحة وروح الانتماء وحب الوطن سيطرت على أرجاء محافظات مصر احتفاء بعيد الشرطة المصرية السبعين، والذي تحتفل به مصر كل عام في 25 من يناير، تخليدا لذكرى بطولات رجال الشرطة في معركة قسم البستان بالإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني عام 1952، حيث ظهر دور رجال الشرطة الوطني بوضوح خلال أحداث المعركة، ضاربين أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن حول عيد الشرطة، ودور المؤسسات الشرطية في تحقيق الأمن في أرجاء البلاد وتقديم خدمات عدة. ينضم إلينا عبر سكايب اللواء مدحت قريطة، مساعد وزير الداخلية الأسبق. برحب بحضرتك يا فندم في برنامج خبر اليوم. أهلا مساء الخير يا فندم. أهلا مساء. في البداية طبعا كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وشرطة مصر رمز للأمان وكل أفراد الشرطة بخير. نريد أن نذكر الناس بسبب احتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير. وطبعا السبب الرئيسي موجود سيادتك تفضلتي، أن الإنجليز لما كانوا سنة 52 متواجدين في مدائن في الإسماعيلية حبوا يحتلوا تاني قسم شرطة الإسماعيلية، وأدوا إنذار للشرطة المصرية هناك بهذا الأمر. الشرطة المصرية رفضت، ورغم يعني كانوا حوالي 7000 جندي إنجليزي مزودين بدبابات ومدرعات، وكان حوالي 800 جندي مصري شرطة مزودين ببنادق بتاعتهم العادية، لكنهم رفضوا التسليم وابتدوا يقاتلوا قتال شرس جدا مع الإنجليز، واستشهد منهم 50 واحد. ولما حتى بالقوة الغاشمة اللي حصلت دي كلها والقدرة الفائقة للقوات الإنجليزية ودخلت، أمر القائد بتاعهم إنهم يأدوا تحية للقوات المصرية اللي قاتلت ببسالة في عن قسم البستان زي ما سيادتك اتفضلت فيه. فمن هنا كانت طبعا ذكرى لشهدائنا وعيد الشرطة المصرية نفتخر به ببسالتهم في الدفاع عن الوطن. هذا الصمود يا سيادة اللواء والتضحية من أجل الوطن وترابه لم يكن في هذه المعركة فقط، أليس كذلك؟ طبعا يعني الشرطة المصرية سيادتك تعرف تاريخ الإنجازات اللي فيها بالكامل، وما تتصدى لهم المؤامرات سواء المؤامرات الإرهابية أو المؤامرات الإجرامية الجنائية والزوز عن الوطن وأيضا عن المواطنين، وأن بحيث زي ما سيادتك تفضلت في المقدمة قلت أن يشعر كل مواطن بالأمن والأمان. يمكن ده واضح السنه دي طبعا البروم اللي تقدم وسيادتك قدمت بيه، المجهود الكبير جدا اللي عملته وزاره الداخليه. يعني انا مش عايز اتكلم على قبل كده الناس كلها عارفه، السنه دي حصل تقدم علمي كبير جدا في جهاز الشرطه، ولدرجه ان لما تيجي تعمل احصائيات تقول ان نسبه القضايا الجنائيه والاجراميه تنزل ل 13.2%، فده دليل انك حققت معدل قوي جدا في تحقيق الامان للبلد. زي ما حضرتك قلت، يعني هي التضحيات رجال الشرطه بيقدموها كل يوم، وزي اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي في مثل هذا الجو الشديد البروده، هناك الالاف من رجال الشرطه في كل شارع في مصر، الا يعتبر هذا دليل على تضحيات هؤلاء الرجال؟ ده جزء من عملهم. يعني حضرتك انا يعني اتفضلت انا كنت عايز اقول يعني لو الناس كلها النهارده بفضل الله طبعا قاعدين في بيوتهم بيستمتعوا بالدفء، الاف من الجنود والضباط موجودين في دورياتهم في الشوارع عشان يحقق لك هذا الامن وهذا الامان. ولكن هو بيحقق هذا العمل لانه بيؤدي رساله، بيؤدي ما بيؤديش عمل، هو بيؤدي رساله وبيؤدي هدف وطنه والشعب ومصر كلها، لان هو اساسا من ضمن الشعب المصري. فبالتالي ظبطنا، لو سيادتك عملت اي لقاء مع اي حد او طلعت الكاميرا لاي حد في الاكمنه بتاعتك ده عملها في منتهى السعاده، لان هو ده عملهم اللي هم بيأدوا الرساله بيه لخدمه لوطنهم. عاوز اقول لحضرتك يا سياده اللواء، يعني يمكن ان يعني اليومين اللي فاتوا وامبارح بالتحديد كنت في احد شوارع القاهره، وكان في الباص الخاص اللي عليه ضباط الشرطه ماشيين في شوارع القاهره. حقيقي والله بجد شفت اكتر من كم شخص بيعطي التحيه للضباط اللي واقفين على الباص، وكان في ابتسامات، وكان في كمان في راجل طيب كده عمل ورود على هذا الباص. يعني كانت حاله، يعني كانت صدفه بالنسبه لي في شارع التحرير، شفت هذا موقف بالتحديد، موقف حي. لما تلاقي النهارده الشارع مقدر دور ضابط الشرطه، فاهم ومدرك حجم هذا الدور الكبير اللي بيقدمه، فده يعني وعي من الشارع. بالظبط حضرتك زي ما سيادتك اتفضلت. هو طبعا انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا سيادتك قلتها، وانا بشكرك انك قلتها، عشان اللي بيسمعنا من سادة الضباط بعد كده او سامعيننا دلوقتي الكلام ده يعني يزود الروح المعنويه
للضباط والافراد الموجودين انهم بيحسوا فعلا ان هناك تقدير بالنسبه لهم من المواطنين، والناس حاسه بيهم. بالعكس ده كده بيخلي الساده الضباط والافراد المتواجدين بيزيدوا من عملهم حبا في الناس وحبا في خدمه الوطن زي ما سيادتك اتفضلت. أكيد سيادة اللواء. طب لو نروح بقى لجزء تاني، كيف ترى بعض دعوات الجماعات الإرهابية التي تحرض على الشرطة في عيدها؟ دي دعوات كلها طبعا يعني ليس لها قيمة خالص نهائي، لأن الشعب يعني خد الدرس وفهمه كويس جدا. ويعني بعد 2000 وأحداث اللي حصلت في 2011 والانفلات الامن اللي حصل فيها، انا عايز اقول لحضرتك انا كنت ساعتها اتنقلت من مديريه امن اسكندريه، وابتدينا ننزل طبعا ومعاهم ضباط مسلحه، وقفنا على رجلنا والداخليه وقفت على رجلها. كميه الفرحه اللي في الناس ووقوفهم جنبنا ان احنا نؤدي عملنا مع الساده الضباط، طبعا كلنا موجودين من الامن العام او امن الدوله او الامن الوطني يعني، وقمه التكامل بيننا وبين الناس. طبعا اي دعوات جماعه ارهابيه زي ما شفت كده يعني زي كل سنه هم يطلعوا له الكلمتين دولت، ان دعوات ان احنا نعمل اضرابات، ان احنا نعمل مظاهرات. الشعب فاهم خلاص الحقيقه وفاهم مصلحته فين، وشاف ان الامن والامان للوطن ده ما يتحققش ببلاش، يتحقق بجهد وبعرق وبتعاون كامل من المواطنين اللي احنا شايفينه طبعا الحمد لله مع جميع الساده سواء وزاره الداخليه او القوات المسلحه الاثنين اللي بيحموا الوطن. طيب سيادة اللواء، هل هناك رسائل معينه حابب تقولها لابنائنا عشان يقدروا يقدروا دور الشرطه المصريه؟ يعني طبعا يعني انا اول حاجه استاذ استاذنك يعني خارج عن هذا السؤال، انا عايز اوجه كل التحيه وكل الشكر للساده الاول ضباط الداخليه وافرادها والسيد وزير الداخليه وقياداته، واوجه التحيه الكبرى لاسر شهدائنا سواء من الساده الضباط او الافراد، واقول لهم ان شهدائنا دول مخلدين في قلوبنا ومخلدين في الوطن، وهم ان شاء الله في مقعد صدق عند امريكا المقتدر. وقول لابنائنا في مصر كلها ان احنا الداخليه القوات المسلحه هم ابناء من ابناء هذا الوطن. ما فيش بيت يخلو في مصر كلها الا يكون له ابن ضابط او فرد سواء داخليه او قوات مسلحه، وهم حاسين بالدور النهارده الكبير اللي بتقوم بيه الداخليه وبتقوم بيه القوات المسلحه. لكن لو عايز اركز على دور الداخليه اظن واضح جدا حتى في الخدمات الجماهيريه المقدمه، يعني قبل ما اتكلم عن الامن العام او الامن الخاص اللي موجود النهارده حاليا الحمد لله في مصر، لكن عايزين نتكلم حتى على الخدمات الجماهيريه اللي كنا بنحلم بيها كحلم من احلامنا زمان، سواء في بقى الاحوال المدنيه، خدمات المرور، خدمات غير طبيعيه. طبعا ده ما حصلش نتيجه جهد بسيط، ده مرتب جهد يعني كبير جدا، حصل خطوات كبيره جدا، ويعني عايز اقول دفع قوي جدا من القياده السياسيه في مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزاره الداخليه انها تطور نفسها. وزي ما شفنا يمكن في جروم عمليه وزاره الداخليه ازاي التدريب بقى على مستوى عالي، ازاي الخدمات الجماهيريه بقى على مستوى عالي، ازاي اسامي الشرطه بقت على مستوى عالي، ازاي المصالح والادارات اللي بتخدم المصالح الجماهيريه كلها على مستوى عالي جدا. يعني حاجه بصراحه انا يعني فخور جدا باللي هذا حصل يمكن خلال السنوات السابقه القليله الماضيه. يعني اكيد الشرطه جزء لا يتجزا من الوطن. بنشكر حضرتك اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخليه الاسبق.